بيقال ان اي ام وهي بتولد دعوتها مستجاب، فبتدعي ام ماكس وهي بتولد ان هي تجيب عيل اجمل من الاستاذ خالد النبوي. بتستجاب دعوتها وبيجي ماكس، ولكن حياه ماكس بتبقى كارثيه، وده لان الاستاذ خالد النبوي كان اخر ليفل سيف في الجمال. بعد كده بقى بيحصل كوارث. باختصار ماكس اي حد بيبص في وشه بيموت، بيموت من الجمال. طبعا انت مش مصدق، زي الدكتور ده اللي راح له ماكس عشان يعالجه من الاكتئاب، واللي قال له ان اكتئابه سببه اللي هو عامله في وشه ده، والكلام اللي هو بيقوله ده تخريف. الله يرحمه، مش دي مشكلتنا، عندنا مشاكل اهم من كده. واكيد برضه انا ما اقصدش الشرطه، لان الشرطه عمرها ما هتقبض على حد عشان جميل بزياده، ولكن اللي انا اقصده المشاكل العاطفيه في حياه ماكس. اوب اوب اوب، امسك نفسك، انت ان بابليك. دي ام ماكس متسلطه شويه، ولكن يمشي الحال. بما ان الام متسلطه فالاب دلول، وده دان صاحبه الانتيم وعلى طول مقيم معاه، اسرع واحد بيشقط بنات في التاريخ. ولكن دان صاحب صاحبه برضه وظبط له واحده كده اسمها اريكا عشان شايف ان هو مش تمام يعني. بيجي يوم المقابله فعلا، ودان بيوديه للبنت، وقبل ما يسيبهم ويمشي لوحدهم، لا على فكره انا اول مره ابقى كوبري بس عشان ماكس يستاهل. بس بيمشي دان بعد كده، وماكس بيبدا يلطف ويعطف الجو مع اريكا، ولكن اريكا ما بتبقاش مهتمه او تقدر تقول منفضل، فبيطلع لها منديل كده هو اللي عامله بايده ومكتوب عليه اريكا. فبصت في المنديل كده وقالت في بالها، يا لسه في احاسيس، الدنيا لسه هتظبط. وماكس هيقول الكلمتين بيتخانق واحد مع صاحبته في المطعم، والواحد ده اسمه كريج وكان يعرف اريكا. قال لها ازيك يا شقطه، عامله ايه؟ هي عموما ما ردتش عليه، ولكن النظره رده. بيقعد وبيبدا يضايق ماكس بدون اي سبب، وبعدين بيمسك وشه ويمسح بيه الترابيزه. اريكا بتشوف الوضع ده فبتقول له انت حساس بس اديك شايف الناس، وبتسيبه وتمشي. ماكس بيقول ما بدهاش بقى، وبيقرر ان هو ينتحر. فبياخد بعضه وبيروح على الجسر ده، ولكن قبل ما ينط بتيجي اليكس وبتقول له هاي انا اليكس، وحضرتك بتعمل ايه؟ قال لها المايه قطعت عندنا وجاي استحمى. حياتي يا ستي سودا ومهببه وجاي انتحر. قالت له يا حرام، تصدق صعبت عليا، مش هستخسر فيك شويه جيلي تاكل طعمه حلو؟ قال لها يا ستي شكرا مش عايز، وسيبيني في حالي. وقام زعق فيها كده، فقالت له ان شاء الله معانا اهو. وبعدين بصيت له قالت له انت اكيد بتهزر، انت مش عايز تنتحر؟ لا يا ستي والله عايز انتحر. قالت له طب ما هو لو انت عايز تنتحر الكوبري ده مش هيموتك، لو نطيت من هنا مش هتموت. فقال لها ايه ده بجد، مش هموت لو نطيت؟ فقالت له ايوه يا حبيبي، انت ما درستش فيزيكس ولا ايه؟ استهدى بالله وانزل كده لحد ما نشوف لك كوبري اعلى من ده. فبيبص ماكس كده وبيقتنع. بتاخده بعد كده أليكس وبتوديه دار مسنين هي متعوده تروحها كل اسبوع، وبتعرفه على استر وروز، وبتقول لهم ان هو عنده اكتئاب. فاستر قالت له لا اكتئاب ايه، بص انا عندي مرهم هتحط شويه على صبعك كده، ها وايه مرتين في اليوم. فبص لأليكس كده وقال لها المرهم ده بيتحط فين؟ بيقعدوا بقى وبيبداوا يتكلموا ويهزروا وياكلوا ويشربوا، وبينسى ماكس موضوع الاكتئاب والانتحار ده. بتتطور بقى العلاقه ما بين ماكس واليكس، وبيروحوا السوبر ماركت وبيجيبوا جيلي كتير جدا وبيملوا البانيو وبيقعدوا فيه سوا. وبيقول لها ماكس انا عايز اعترف لك اعتراف كده غريب شويه، انا اي حد بيبص في وشي بيموت من الجمال وكده. قالت له طب ما انا عارف. فقال لها عرفت منين؟ قالت له حبيبي انت عامل زي الموميا، انت شايف نفسك في المرايه؟ وبعدين انت مشهور في البلد، الجرايد ما وراهاش غيرك. وبتكمل كلامها وبتبدا تحكي له عن حالتها، وبتقول له ان هي عندها كمان مشاكل في القلب، وباختصار يعني اي مشاعر سعاده زياده غلط على قلبها، واي مشاعر حزن زياده غلط برضه على قلبها، وان الدكاتره حاطين لها الجهاز ده اللي فيه لمبه لما تنور تبدا تاخد بالها ان في مشكله ممكن تحصل في قلبها. بتتطور بقى العلاقه ما بينهم اكتر، وبيجيبوا ازازتين فوتيكا وبيروحوا مع بعض السينما، وبيتسابقوا على مين اللي هيخش فيهم الحمام الاول. واكشن اللي محدش كسب، لان هما الاثنين دخلوا مع بعض مش نفس الحمام. بيروحوا البيت بعد كده اللي ما بيبقاش فيه حد خالص، يعني هما الاثنين لوحدهم في البيت. فبتبدا اليكس تقول له بقول لك ايه، ما تقلع النضاره دي كده وريني عينيك. قال لها يا ستي بلاه. قالت له عشان خاطر. وبعدين بصت في عينيه كده وقالت له ايه الجمال ده. ولسه اليكس هتقرب منه سمعوا صوت بيقول ماكس. لو ماكس واللي جابه ماكس ما كانش ينفع تتاخروا خمس دقايق. بيجي بابا ومامته فعلا، واول ما بابا بيشوف اليكس ويقول له ايه ده جايب نسوان البيت يا ماكس. قالت له هاي يا عمو انا اليكس مش نسوان. اما مامته بقى اول ما بتشوف اليكس مع ماكس تقول مراتبني مراتبني. فماكس قال لها يا ماما يا ماما بطلي تفعيص في البيت. ماكس بيلاقي ان جو البيت مش ملائم، فبياخدها ويعملوا كامبنج في قلب الغابة، ودان بيشقط واحدة والله حتى ما عرفت اسمها. المهم ان البنت دي طلبت من اليكس ان هي تصورها، وهي بتصورها كده خدت بالها ان هي متعورة، فجريت خدت التليفون بتاعها وفكتها من اليكس. اما ماكس الشهم الجدع قام فكك الشاش من على راسه كده، وقام قطع منه حتة ولفف بيها الجرح. طبعا هو كده دوا الجرح ده، ولكنه صحى جرح تاني. وعشان زي ما قلنا اي مشاعر سعادة زيادة غلط على اليكس، اللمبة بتنور. بيجي الليل وبيتكلموا شوية مع بعض لحد ما اليكس بتسأله انت عمرك بوست واحدة قبل كده؟ الله والله انا كنت على وشك ان انا ابوس واحده في اعدادي، بس الله يرحمها فتحت عينيها قبل ما ابوسها. قالت له انا حاسه ان عينيا كده مطروفه وعايزه اغمض. فبينزلوا تحت الملايه وبيهف لها في عينيها، او هي اللي بتهف له مش مشكله، المهم يعني الموضوع خلص تحت الملايه. بيكون في حفله كده، فدان بيضطر ان هو يشقط واحده جديده، بس الواحده دي المره دي تبقى الاكس بتاع كريد واسمها فالنسيا. المهم ان هي ما بتاخدش في ايديه دقيقتين وبيكون شايطها، وبيقول لماكس انا هروح معاه الحفله وانت كمان تجيب اليكس وتيجي الحفله. بيجي يوم الحفله فعلا، وبيرقصوا مع بعض على اغنيه شقلطوني في بحر كبيره سكه دغري انت الاميره. وبعدين الدي جي بيغير وبيشغل اغنيه اتحدى العالم كله وانا وياك، فبيقلبوها سلو.
بيرقصوا حبة حلوين مع بعض سلو، ولكن أليكس وهي بترقص بتحس إن هي بتنزف من مناخيرها، فبتستأذن وبتروح الحمام. بيروح وراها ماكس ودانو فالنسيا عشان يطمنوا عليها، ولكن بيجي كريج وهم واقفين. كريج بيجي وبيقول للإكس بتاعته اللي هي فالنسيا: أنت سبتيني عشان الواد الشاينيز ده؟ فقالت له يعني كلام جرح رجولته. بعيداً عن إن هو شكله زي ما قالت ولكنه بيتخانق معاهم، بيمسك ماكس وبعدين بيكشف وشه لفالنسيا. فالنسيا بتشوف وشه بتموت. دم بيشوف الكلام ده والأول مرة بيتأثر وبيبطل الشاط اللي على العمال على بطل اللي هو كان عمال يشقطه طول الفيلم ده. والشرطة بتيجي وبتاخد ماكس وبعدين بيروح القسم، ولكن مفيش حاجة ضده فبيسيبوه. بيروح بعد كده عشان يطمن على أليكس في المستشفى، فبيكتشف أساسا إن أليكس ما بتاخدش العلاج بتاعها عشان عايزة تنتحر، وإن هي كمان مكتئبة. وبعدين أليكس بتطلب منه وبتقول له: بقول لك إيه، ما تريحني وتوريني وشك عشان أموت. بينفعل عليها ماكس وبيقول لها إن هو بيحبها ومحبش حد غيرها، وإن هي مش عارفة يعني إيه شعوره لما بيموت حد لما بيشوف وشه. بياخد بعضه ماكس بعد كده وبيمشي. بيروح البيت بيمسك قلب طوب وبيفضل يخبط في وشه بقلب الطوب ده عشان يشوه وشه اللي بالنسبة له بقى لعنة. بيجي بابا ومامته اللي هما الوحيدين اللي يقدروا يشوفوا وش ماكس، وبيبدأوا يهدوه يعني. ولكن كنت لسه هعيط في المشهد ده، جت قطة بصلها ماكس موتها، فيعني هو مش عاتب. لقيتني بقول له: لا انت تنتحر احسن يا ابني، انا بقيت خايف اشوف وشك. بيكتئب ماكس فتره، وبعدين أليكس بتفضل تتصل بيه فتره وهو ما يردش، ولكن في الاخر بيرد عليها وبيروح لها بعد ما حالتها بتتطور وبيوافق ان هو يساعدها. بيكشف ماكس وشه وبعدين بيبدا يبص لها، ولكن أليكس ما بتموتش، وبتبقى أليكس الوحيده بعد بابا ومامته اللي شافت وشه وما ماتتش. هي بتموت بعد كده ولكن بسبب حالتها الصحيه، وبيفضل ماكس عايش على ذكراها فتره. وبيبدا ماكس يدرك ان أليكس ما ماتتش عشان هي ما بصتش لجمال وشه، انما بصت لجمال روحه. الله العظيم، يعني من الاخر كده اللي يقدروا يشوفوا ماكس وما يموتوش اللي بيحبوا ماكس بجد. خلي بالك هي عميقه، يعني تخيل ماكس ده واحده ست هتقدر تكذب عليها وتقول لها انا بحبك لذاتك مش عشان حاجاتك؟ ما اظنش. ما تنساش بقى تعمل لي فولو على الانستجرام وهتلاقي رابط في التعليقات. وموضوع جمال الاستاذ خالد النبوي ده، عشان الجمال عدى الكلام في الموكب تحديدا لما كان لابس الشال الفلسطيني داخل المعبد اليهودي. يلا سلام. Hey, so my parents thought it'd be a good idea if I apologize or whatever, so... Oh, shit. Oh, my God. I'm sorry. Damn it, Max.